أهم مناطق الجذب في إمارة الشارقة، أو نأخذ تقرير إسماعيل؟ صحيح، راح ننتقل مشاهدينا إلى فقرة في بيتنا مريض، واليوم بيتنا هذه الفقرة راح تتكلم عن اختلاف الأجواء وتقلبات الطقس، حيث تزداد أمراض البرد والتهاب الأذن والحنجرة لدى الأطفال خلال هذه الفترة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ بعض التدابير الوقائية من قبل الأهل والإسراع إلى استشارة الطبيب عند حدوث أي أعراض تجنبا لتفاقم هذا المرض. زميلة عبير النقبي تعرفنا على طرق علاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة في هذه الفقرة. حياكم الله مشاهدينا بفقرتنا لليوم في بيتنا مريض. الكل معرض لحدوث التهاب الأذن بحياته، وتختلف التهابات الأذن باختلاف عمر الشخص المصاب بها ومدى قوة وحدة الالتهاب والمسبب لحدوثها. لكن ما هي الأساليب المتاحة في المنزل لعلاج التهاب الأذن بشكل مبدئي؟ خلونا نتعرف على تفاصيل أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع مع الدكتور أحمد منذر الواع، استشاري أول أمراض الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى الجامعة بالشارقة. أهلا بكم. التهابات الأذن وآلام الأذن هي آلام شائعة عند الكبار وعند الصغار، وخاصة في مواسم الرشح والالتهاب الطرق التنفسية العليا. تصيب الأطفال بسبب أنه الأطفال عندهم ميل للرشح بسبب اختلاطهم مع أطفال آخرين سواء في الحضانة أو في المدرسة، فأطفال بينعدوا من بعضهم ويأتي الطفل برشح وسيانة في الأنف ويترافق بألم في الأذن. آلام الأذن عند الأطفال لما بيكون فيها رشح قد يكون التهاب فيروسي بسبب الرشح، أو إذا كان شديد مع ارتفاع في درجة الحرارة وفي نقص عند السمع عند الطفل فيكون الالتهاب قد يكون قيحي. هلا الأطفال الأصغر سنا يلي بدون عمر سنتين طبعا حيكون عندهم تعبير صعب، فممكن الطفل إذا كان أقل من سنة ممكن أن يعني يقوم بلمس الأذن أو سحب الصيوان، وقد يكون أحيانا بهز الرأس بسبب هذا الألم. إذا كان في مفرزات في الأذن الألم يخف، بس عندما يبدأ الإفراز الأذن بسبب الضغط يخف على الأذن فيبدأ بخروج المادة القيحية، فهذا الألم يتحسن، ولكن لابد من علاج الأذن بالذهاب إلى الطبيب لاستخراج أو تنظيف الأذن وإعطاء العلاجات المناسبة. طبعا التهاب الأذن غالبا في ألم، ما في التهاب بدون ألم، دائما الألم هو عبارة عن زيادة الضغط في الأذن الوسطى بسبب أن نفير أوستاش أو النفير الذي يصل الأذن بمسافة الأنف الخلفية بتكون مسدودة بسبب الرشح، وتكون عند الأطفال الصغار أكثر بسبب وجود صغر في هذا الأنبوب وقصر الأنبوب. فكما ذكرت بيكون في نقص في السمع، بيكون في أحيانا اختلال في التوازن عند بعض الأطفال مو عند جميعهم، وبيكون أحيانا في سيلان مادة قيحية، وأحيانا بيكون في نوع من الطنين أو الرنين في الأذن، وأحيانا الطفل بيشعر بأنه في ثقل في الأذن. الأعراض أحيانا إذا كان التهاب في الأذن الخارجية بيكون في إحمرار في الصيوان، أو أحيانا حتى اندباج الصيوان من الخلف، وهذا يكون شديد جدا، أحيانا في تجمع قيحي، فهي حالة قيحية قد تصل إلى من الأذن الخارجية أو الأذن الوسطى، فهذه تكون تغير غالبا لا يرى علامات خارجية غير الألم وأحيانا المادة الصديدة التي تخرج من المجرى السمع. هلأ في المنزل إذا كان في رشح لابد من تنظيف الأنف، إعطاء مثلا سيروم الملحي للأنف وإعطاء المسكنات المتوفرة. هلأ في بعض الحالات اللي ممكن تعودوا عليها أهل بيوتنا أنه يستعملوا زيت الزيتون. هلأ بعض الشمع إذا كان في زيت زيتون ما بيضر، بس عدم استعمال بقية المواد التي قد تكون مؤذية، ناس يستمعوا شمع أو شيء ممكن يؤذي السمع، فالأفضل زيارة الطبيب إذا لم يستجب على العلاجات البسيطة. المضادات التهاب إذا كان في التهاب طبعا بده مضادات ومسكنات، وأحيانا مضادات احتقان للأنف لحتى نشجع النفير أوستاش الأنبوب على أن ينفتح ويحدث تعديل للضغط. طبعا لابد من زيارة أخصائي حتى يتم فحص الأذن، وإذا كان فيها مواد صمغية لابد من تنظيفها لرؤية غشاء الطبل. في بعض حالات تسمى بالتهاب غشاء الطبل الفقاعي، فالتجمع السائل في هذه الفقاعة طبعا الطبيب يقوم بفتحها فيرتاح الطفل مباشرة أو الألم يزول عند فتح الفقاعة التي على غشاء الطبل، فهي بيكون تحسن مباشر. المضاعفات إذا كان الالتهاب شديد ودخل من الأذن الوسطى إلى الأذن الداخلية،
هذا ما بيصير بالحالة الطبيعية، ممكن يصير عند الأشخاص اللي عندهم نقص في المناعة، الأشخاص اللي عندهم سكري، الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الجهاز المناعي، فلا بد من العلاج مبكر حتى ما يؤدي إلى مضاعفات. مضاعفات قد تكون في الأذن بنفسها، تخرب في العظيمات، انثقاب في غشاء الطبل، التهاب في الأعصاب السمعي، أحيانا دخول المادة أو دخول الالتهاب إلى خلف الأذن الوسطى إلى الأذن الداخلية، وقد لا سمح الله إلى عواقب ممكن تكون شديدة عن بعض الأشخاص. بس هذه الأعراض أو هذه الاختلاطات نادرة جدا ولا تحدث إلا كما قلت في حالات خاصة. لتجنب حدوث التهابات الأذن بشكل عام، عليك العناية بنظافة الأذن جيداً، وعند حدوث أي من الأعراض السابقة يجب التوجه فوراً إلى الطبيب المختص لأخذ العلاج المناسب. إلى هنا وصلنا للختام، خلونا نرجع لزملائي في الاستديو.